أما الإنسان الكافر إن كان ممن يدين بغير الإسلام أو إن كان مرتدا، يعني كان مسلم ثم خرج من الإسلام لفساد عقيدة أو لأنه قال كلاما كفريا فمات على الردة، يعني مات على الكفر، هول اثنان كفار. وعزرائيل عليه السلام يقول له أبشر يا عدو الله، بيقول له أبشر يا عدو الله بسخط الله وعذابه. يعني فقط الواحد هو عم بيذكر هالموقف بتحس مثل يعني صار عنده مثل رجفة، فكيف بالذي يعيش هذه اللحظة؟ الله لا يجعلنا من الذين يعيشون هذه اللحظة بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. الله يجعلنا جميعا من الذين يقول لهم عزرائيل أبشر يا حبيب الله بنعيم الله ورضوانه. الكافر هذا يا أحبابنا، عزرائيل بيقول له أبشر يا عدو الله بسخط الله وعذابه، ثم يأخذ روحه بلا رحمة ولا شفقة من جسده. فلما ينتزع روح الكافر من جسده تأتي ملائكة العذاب ولا تترك هذا الروح مع عزرائيل طرفة عين، إنما ملائكة العذاب يأخذون روح هذا الكافر ويصعدون به إلى السماء الأولى. على باب السماء الأولى الملائكة يقولون روح من هذه الروح الخبيثة المنتنة؟ عم بيطلع منها روائح خبيثة لا تحبها الملائكة، فيقولون هذه روح فلان ابن فلان مات على الكفر وهو من أهل النار، فلا يفتح له باب السماء الأولى، فينزلون به إلى وين؟ إلى الأرض السابعة، إلى مكان يقال له سجين. الله يقول سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الله أكبر. فإذا ينزلون به إلى الأرض السابعة إلى مكان يقال له سجين، وهناك يوجد كتاب يكتبون فيه فلان ابن فلان مات على الكفر وهو من أهل النار، ثم يصعدون بالروح. في تلك الأثناء بيكونوا الناس يعني عم بياخدوه إلى القبر، حاملينه إلى القبر، فروح هذا الكافر تكون فوق جسده، ولكن الروح شو بيكون لسان حاله عم بيقول؟ عم بيقول أخروني أخروني يا ويلي أين تأخذوني، هيك بيكون عم بيقول الروح، أخروني أخروني يا ويلي أين تأخذوني، لأنه يعلم يا أحبابنا الكرام أنه سيكون في عذاب في قبره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. وبالنسبة لهذا الكافر شو حيكون القبر؟ حيكون القبر كحفرة من حفر النيران. هذا الكافر روحه لسان حاله يقول أخروني أخروني يا ويلي أين تأخذوني، ولكن هيهات يضعونه في قبره، ثم يهال عليه التراب، ثم يأتيه الملكان من بعد أن ترجع روح الكافر إلى جسده، فيرى الملكين ويخاف منهما خوفا عظيما، فيأتيان يقعدانه ويقولان له ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول من بعد ما يتأتئ بتأتئ يعني ثم بعد ذلك يقول لا أدري كنت أقول فيه ما يقول الناس. فيقولان له لا دريت ولا تليت، يعني ليس هذا الجواب الصحيح، انظر إلى مقعدك في الجنة قد أبدلك الله به إلى مقعد في النار. يعني لو متت على الإسلام لكنت فزت بذاك المقعد في الجنة، ولكن متت على الكفر فأنت ستكون في ذاك المقعد هناك في جهنم. فلما يرى ما فاته ويرى ما سيؤول إليه يعني يحزن حزنا شديدا ويخاف خوفا شديدا عظيما جدا. ثم يضربانه بالمطرقة التي معهما واسمها المرزبة، يضربانه على النقرة يعني بين أذنيه من القفة هون على رأسه من الخلف بين أذنيه، يضربانه ضربة، من شدة هذه الضربة ينزل إلى الأرض السابعة ثم يصعد إلى قبره. يعني تخيل أنت من قوة الضربة
ينزل إلى الأرض السابعة ثم يصعد إلى قبره. الله أكبر، يصرخ صرخة عظيمة جدا تسمعها البهائم، أما بني آدم لا يسمعونها. لذلك بتشوفوا، وهذا مشاهد وحتى الكفار بيعرفوه، لما يجيبوا جنازة إلى المقبرة حيث يدفنون الكفار، حتى لو كان في سناجب أو في طيور، كل هذا يهرب. ليه؟ لأنهم سبحان الله يعني يعلمون أنهم سوف يسمعون صرخة كما سمعوا صراخا من قبل عندما يأتي البشر بأحد إلى تلك المقبرة، فبيهربوا. البهائم تهرب لأنها تسمع صراخ الكافر عندما يضرب بالمرزبة والعياذ بالله تعالى، ثم يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، أضلاعه اليمنى تتشابك مع اليسرى، تلتئم عليه الأرض، تضغطه الأرض، ثم يأمر الله تعالى هوام الأرض ودوابها بشو؟ بنهشه وأكله. فبيحس، لأنه هو حي هلأ في قبره، بيحس بشو؟ بيحس أنه في مثلا ثعبان دخل من فمه وهو في بطنه ينهش منه، يحس بأكل العقارب والدود له، يحس بكل هذا العذاب. ولكن هل له من نصير؟ ليس له من نصير. هل له من مسعف؟ ليس له من مسعف. هل في فرصة تانية؟ ما في فرصة تانية. ويبقى هكذا في العذاب لحتى شو؟ لحتى يبلى جسده، وكل يوم يرى مقعده من النار مرتين، مرة بعد الفجر ومرة قبل المغرب، كل يوم يرى مقعده من النار مع كل العذاب اللي عم بيقاسي في القبر، يرى مقعده في النار مرتين كل يوم، فيزداد نكدا وعذابا على عذابه. لما تبلى العظام الكبيرة من جسده، الروح لا يرتاح، الروح يفارق القبر وينزل إلى سجين، ويبقى في عذاب في سجين إلى يوم القيامة. ثم يوم القيامة على أشد وأشد، يوم القيامة طوله 50,000 سنة. تخيل أنت 50,000 سنة هذا الكافر لا ينام لا يرتاح، ما بيعمل ولا قيلولة. تصور أنت 50,000 سنة، الواحد منا إذا 50,000 دقيقة ما بيتحمل قد يموت من التعب، وعادة بيموت من التعب، فكيف بالذي يكون 50,000 سنة حي ولكن لا يرتاح مع النكد والعذاب؟ وذاك يوم القيامة من شدة عذابه يوم القيامة، تعرف شو بيقول؟ بيقول ربي أرحني ولو إلى النار. الكافر يوم القيامة يقول ربي أرحني ولو إلى النار، بيظن أن النار أهون من عذاب يوم القيامة. تخيل لوين. طيب هو ما بيعرف نار جهنم بعد وحماوتها على الحقيقة بعد ما قاساها، ولكن ألا يعرف نار الدنيا؟ ما بيعرف نار الفرن؟ ما بيعرف نار البركان؟ ألا يعرف باللهيب الذي عهده في هذه الدنيا؟ بيعرف، ومع ذلك يسمي هذا الفرن أو هذا النار أو عذاب النار اللي بيعرفه راحة بالنسبة لعذاب يوم القيامة. يعني يا أخوانا، إذا واحد يفكر هيك، هذا يدفعه بأن يقول يا أخوانا علمونا شو الخلاص، كيف أخلص نفسي بعد موتي لما أكون وحدي. منقول له تعلم علم الدين، وأهم العلم علم العقيدة، تعلم العقيدة. ونحن الحمد لله حيثما كنا ندرس العقيدة، لأنه هذا الأساس، يلي بيموت على العقيدة الإسلامية يدخل الجنة ولو بعد عذاب، أما الذي يموت على العقيدة الكفرية لا يدخل الجنة، إنما يدخل النار. فهذا الكافر يقول ربي أرحني ولو إلى النار، فلما يدخل إلى النار ويقاس النار شو بيقول؟ يا ليتني كنت ترابا. شو يعني يا ليتني كنت ترابا؟ الله قال وإذا الوحوش حشرت، يعني يوم القيامة الوحوش البهائم تحشر، واضح؟ يعني الكلاب والقطط والبقر والغنم كل، والأسود والقرود وكل البهائم تحشر، ولكن هذه البهائم منتهى أمرها أنها لا تدخل جنة ولا نار، إنما تحول إلى تراب. فهذا الكافر لما يفوت على النار شو بيقول؟ يا رب يا ليتني كنت ترابا. شو يعني يا ليتني كنت ترابا؟ يعني يا ليتني كنت بهيمة في الدنيا حتى أحول إلى تراب يوم القيامة ولا أدخل إلى النار.
ويبقى في النار إلى أمتى؟ إلى ما لا نهاية له. عم تسمعوا شو عم أقولكم؟ والله يعني أنا عم بحكيكم وحاسس قلبي عم يرجف. يعني الواحد بس إذا بيفكر فعلا بهذا القبر وضيق القبر وحفرة من حفر النيران ثم يوم القيامة شو بيصير فيه 50,000 سنة وكيف يقول ربي أرحني ولو إلى النار، وإذا دخل إلى النار يقول يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر، هذا يدفعه بأن يسعى إلى خلاص رأسه بعد الموت يا أحبابنا الكرام.